يرى بعض الناس أن تعليم المرأة يجب أن يكون في المرتبة الثانية من تعليم الرجل، فهل الدين الإسلامي يدعو إلى ذلك؟ التكاليف الشرعية موجهة للرجال والنساء جميعا، وإن كان أكثر النصوص في القرآن والسنة تتحدث عن الرجل لأنه الأصل وكل من بعده تبع له، وهذا كله مع مراعاة التناسب في التكليف بين طبيعة كل من الجنسين. وطلب العلم واجب لمعرفة ما أمرنا الله باتباعه مما أنزله على رسله المبشرين والمنذرين، وتلك حقيقة لا تحتاج إلى دليل. وأكثر النصوص الواردة تبين فضل العلم والمتعلم على غير المتعلم بأساليب كثيرة، والرجل والمرأة في ذلك سواء. وإذا كان قد جاء في حديث ضعيف طلب العلم فريضة على كل مسلم دون لفظ ومسلمة، فهي مضافة حكما لا رواية، والواقع يشهد لذلك. فقد صح في البخاري ومسلم طلب النساء من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص يوم لهن للتعلم، وصح أن كثيرات منهن سألنه في أمور دقيقة، قالت في شأنها السيدة عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بل جاء في رواية البخاري ومسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة، أي أمة رقيقة، فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وإذا كان هذا في تعليم الأمة فكيف بالحرة؟ والنصوص عامة للجميع. لقد قال الفقهاء كما جاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي وغيره: يجب على الزوج أن يعلم زوجته القدر الضروري الذي تصحح به عبادتها وتؤدي به واجبها المنوط بها، وذلك إما بنفسه هو أو بمن يستعين به، فإن لم يفعل كان لها أن تخرج لطلب العلم الواجب ولا يجوز أن يمنعها منه. وقد صح في الحديث نهي الرجال عن منع النساء من الذهاب إلى المسجد، وذلك من أجل التعلم، لأن صلاتهن في بيتهن أفضل. فإذا كان للمرأة أن تخرج لطلب العلم سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، فعليها أن تلتزم بكل الآداب الواجبة لكل خروج من بيتها، من الحشمة والعفة والأدب وعدم المغريات من عطر النفاذ أو قول خاضع أو خلوة مريبة أو تزاحم متعمد، مع التأكد من الأمن عليها من الفتنة والفساد. وعلى المجتمع كله أن يوفر الجو الآمن لتحقيق الغرض من التعلم ومنع الفساد بأي وجه يكون، وبالفهم الجيد لنصوص الدين وروح الشريعة يمكن الحكم على أي عمل حكما صحيحا بعيدا عن التخبط والانحراف. والله أعلم.